وصلنا لموضوع بيهتم كتير طبعا بيهتموا فيه السيدات والصبايا، خاصة بشهر رمضان الكريم والصوم، بيخافوا من طبعا نقص المي والعناصر الغذائية طيلة النهار. كيف فينا نحافظ على بشرتنا خلال شهر رمضان الكريم ونعطيها كل الغذاء اللازم أيضا لتبعد آثار التعب والإرهاق؟ أكيد زينب، اليوم رح نحكي بهذا الموضوع مع إلين الهامس، أخصائية عناية بالبشرة. رح نتعرف معها كيف بنقدر نحافظ على بشرتنا خلال فترة الصيام. يسعد صباحك، رمضان كريم. يسعد صباحكم يا رب، ويسعد صباح كل اللي عم يحضرونا. رمضان كريم عليك. وعليك كمان. هلا بدنا نحكي بشهر رمضان، البشرة كتير بتتعب وبصير جفاف وتشقق ويعني بتصير باهتة، بتخف منها النضارة، بتصير هالات سوداء، أكثر شيء بتطلع تحت العين، إيه كتير بتظهر هاي الشغلة. فهي أكثر الآثار الجانبية لفترات الصيام الطويلة خلال شهر رمضان. فينا هذا الشيء إنه نتخلص منه عن طريق التنويع بالأكل وقت الإفطار، مثل إنه يكون في الأكل فيتامينات، خضروات، فواكه، شرب كميات كافية من المي، أخذ مثلا بكمشة اليد مكسرات نية، هاد كله بيعود، مو محمصة نية بلا هي بلا ملح، هاد كله بيعود عن نقص المي، يعني نقص المي اللي صار خلال فترة الصيام الطويلة. أكيد. خلينا نحكي شوي، هلا نحن بموسم الصيف، يعني كثر الخيار البلدي وكثرة الفواكه المفيدة كمان للجسم. أكيد. فخلينا نحكي عن أهمية الخضرة والفواكه الموسمية، وخاصة نعرف موسم الصيف تحس الخضرة فيها مي. فخلينا أكيد. نحكي، فهل في ماسكات معينة ممكن تتبعها ست البيت؟ هلا هو نحن أنا بنصحهم دائما يعملوا سكراب بالبيت كل يعني بشكل أسبوعي. في كمان مثل ماسكات طبيعية، أكيد تسمعي عن كيف بيعملوا ماسكات الخيار والبندورة والهي، هلا أكيد موجودين، بس كمان هلا فيها الصبية تعملون دول الشغلات بالبيت، بس كمان لازم ترجع لمثل عيادة تجميلية لتعمل تنظيف بشرة بشكل دوري. طب شو الفرق بين البيت والعيادة؟ البيت والعيادة، هلا البيت بتقدري مثلا تعملي تنظيف بشرة، بس رح يكون سطحي مو عميق كتير. ما بنقدر نشيل الوسخ اللي او المتراكم صار له زمان، والجلد الميت اللي صار له فترة عم يتراكم، واللي بيخلي الحبوب تطلع. نحن بنساوي بالبيت بشكل اسبوعي سكراب وعناية بالبشرة، هي بتساعد انه تضل بشرتنا نظرة وصحية. اكيد. يعني إلين، نحن يعني هلا بهذا الجو اللي عم نعيش فيه، في تقلبات كثيرة بالطقس مرافقة ايضا لفترة الصيام، اللي هو جسم بيروح منه كثير من التخزين المياه اللي كان عم بيخزنه طول النهار بسبب صيام اقل شيء 17 ساعة او 15 ساعة. فاليوم البشرة قديش مهم نمدها ببديل لهي السوائل؟ طبعا. شو البديل لها؟ يعني مثل ما جسمنا بحاجة لسوائل، كمان بشرتنا بحاجة. اكيد 100%. هلا نحكي الصراحة، الصيام كتير مهم كمان للجسم. هو تنظيف للجسم اللي من كل شيء كان صار له، من اللحوم، من يعني ديتوكس للجسم بيكون. فينا يعني طريقة المحافظة عليه، مثلا الصبح ندلك وجهنا بزيت خصوصي للبشرة لنحافظ على الرطوبة والترطيب، وفينا نستعمل سيروم خصوصي للبشرة غني بالفيتامينات فينا نحطه، وبعدين نختم كل هاي القصة بالواقي الشمسي، أهم شيء شان الشمس، ونحافظ على المعادن والفيتامينات اللي شربتها بشرتنا من السيروم والزيت اللي حطيناه. يعني بنصحهم يحطوا زيت وسيروم خصوصي لبشرتهم، يعني البشرة الجافة تستخدم سيرومات غنية أكثر بالمواد المرطبة، البشرة الوسط يكون أخف، البشرة الدهنية يكون أخف أكثر شوي. أكيد. إلين، يعني هلأ الصبايا كلهم بيحطوا هالمواقع التواصل الاجتماعي
بيقعدوا بيجربوا شغلات عجيبة غريبة، أكيد منها بتفيد البشرة ومنها بتضرها، يعني وحتى نوعية الزيوت مو كلها بالبشرة بتفيدها يمكن. طبعا طبعا. فشو أكثر الأخطاء الشائعة اللي عم تشوفيها عند البنات اللي عم تعمل ممكن أخطاء كتير بشعة على البشرة ويمكن عم تعرضة لحساسية معينة أو حتى البقع الداكنة؟ ايه هلا اكثر شيء عم نشوفه انه مثلا بتحط الصبيه الزيت وبتطلع فيه مثل ما هو على وجهها، هذا اكبر غلط. هو لازم يكون ليلي، لازم يكون ليلي، لازم يكون اذا قاعده بالبيت مثلا تحطه لفتره مثلا نص ساعه ساعه وبعدين تشيله بمي دافيه فتره تمسح وجهها فيه، يعني ما بيصير تطلع فيه على الشمس او تتعرض لبرا فيه لانه بيساوي تصبغات. ايه بيعمل يعني ما بيصير ينترك لفترات كثير طويله على البشره لانه كمان بيأذيها. هلا الاخطاء الشائعه انه احيانا نستخدم، بسمع من رفيقتي قالت لي انه هي عملت هيك استخدمت هذا الكريم كثير استفادت عليه، بقوم بستخدمه انا ما بستفيد، لانه لكل شخص بشرته معينه ولكل شخص يعني لازمه روتين من العنايه بالبشره خصوصي له. صح تماما. ايه يعني قالينا يمكن هاي النصائح اليوميه اللي بننسال عنها كثير من الصبايا. خلينا نحكي كمان شوي، نرجع لموضوعنا اليوم. قلتي انه لازم يكون في بديل بالسوائل مشان جسم الانسان والصيام، خلينا نحكي ما بعد يمكن فتره. هلا في ناس بيحبوا يعملوا تنظيف للبشره خلال فتره الصيام، هل هذا الشيء صحي او لا؟ لازم يكون شخص ماله لا ما طبعا فيهم. هلا هنا تلاقي مثل ما قلت قبل انه بيساعد انه نعمل بالبيت سكراب بعد الحمام، نفرك وجهنا بالسكراب، هذا بيساعد انه يخفف من جلد الميت الموجود على البشره. فيها الصبيه تعمل كل اسبوعين، هذا بترجع للبشره الدهنيه، بننصحها تعمل كل اسبوعين تنظيف بشره بس عميق اول فتره لبين ما تعود البشرة أنه على الإفرازات، ننظم الإفرازات الدهنية بالبشرة عن طريق الكريمات اللي منوصفها المعالجة. وفي كمان نحن لازم نحافظ على السوائل يلي بالجسم، بأنه نهتم يعني نعرف شو نختار الأكلات بالإفطار تكون غنية بالخضرة والفواكه والفيتامينات لحتى نعود الجسم عن اللي خسره. أكيد أهم شيء يمكن هو شرب المي بكثرة، والمكسرات كتير مهمة لأنه غنية بالفايبر. أكيد نحن هيك بدنا نشكرك على ميرسي لكم كل المعلومات والنصايح اللي عطيتينا إياها، ودائما بنقول إنه العناية بالبشرة ما أنا مختصة بشهر معين، هي مختصة بكل الفصول طبعا وبكل وقت لازم نحن نكون معتنيين فيها مو بس بشهر رمضان. شكرا لوجودك معنا. ميرسي لكم، رمضان كريم. رمضان كريم عليك ألين، شكرا لوجودك معنا أخصائية البشرة الهامس، ونتمنى من كل الصبايا اللي حضرونا انه يكونوا دونوا هاي المعلومات لا يستفيدوا منها، واللي ما قدر يشوفها ممكن يشوفها بالإعادة. شكرا لك وشكرا لكم كمان.